الله موجود لا شك في وجوده، موجود بلا كيف ولا مكان، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. قال تعالى: أفي الله شك؟ الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري وغيره. معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، الإحاطة بالعلم، قاله سفيان الثوري والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم. قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحديث: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، رواه البخاري. معناه: لا يخفى على الله شيء. أعظم الذنوب الكفر، ومن الكفر الشرك، والشرك معناه عبادة غير الله. قال تعالى حكاية عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الحديث: سئل النبي عليه السلام: أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، رواه البخاري وغيره. العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما قالها الحافظ السبكي. قال تعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، رواه الشيخان. مستمعينا، يأتي الدعاء بمعنى العبادة، فقد قال ربنا عز وجل: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، معناه أعبد ربي. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة، رواه البخاري. ويأتي الدعاء بغير معنى العبادة، كما في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا، أو طلب شيء منه لم تجر به العادة، يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، رواه البيهقي وغيره. فلم ينكر عليه عمر ولا غيره، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث: قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله، رواه البخاري في الأدب المفرد. الاستغاثة هي طلب الغوث عند الضيق، والاستعانة أعم وأشمل. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الناس يوم القيامة، فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم، رواه البخاري. وفي هذا دليل على أن الاستعانة بغير الله جائزة،
لكن مع اعتقاد أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. يجوز التوسل بالأنبياء بالإجماع، والتوسل هو طلب جلب منفعة أو اندفاع مضرة بذكر نبي أو ولي إكراما للمتوسل به، مع اعتقاد أن الله هو الضار والنافع على الحقيقة. قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. الحديث: الرسول علم الأعمى أن يتوسل به، ففعل الأعمى فرد الله بصره إليه. رواه الطبراني وصحح. يجوز التوسل بالأولياء، ولا يعرف في ذلك مخالف من أهل الحق سلفا وخلفا. الحديث: أن عمر توسل بالعباس قائلا: اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا. قال: فيسقون. رواه البخاري. نقل القاضي عياض الإجماع على أن ساب الله كافر ولو كان غاضبا أو مازحا أو غير منشرح الصدر. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. رواه الترمذي. الدليل على جواز زيارة القبور للرجال والنساء: الحديث: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. رواه البيهقي. يكون الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام، وليس بقول أستغفر الله. أما قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم، فمعناه أن نوحا طلب من قومه أن يدخلوا في الإسلام بالإيمان بالله وبنبيه نوح ليغفر الله لهم. مدح رسول الله عليه السلام جائز بالإجماع. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: وعزروه ونصروه. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. الحديث: إن بعض النساء مدحن النبي عليه السلام بقولهن أمام النبي: يا حبذا محمد من جاري. رواه الطبراني. وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت وغيره، والرسول لم ينكر ذلك بل استحسنه. يجب الإيمان بعذاب القبر، وهو ثابت بالإجماع، ومن أنكره كفر. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الحديث: استعيذوا بالله من عذاب القبر. رواه البخاري. أول المخلوقات الماء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحديث: كل شيء خلق من الماء. رواه ابن حبان. البدعة لغة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق له، أما من حيث الشرع فتنقسم إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله.
الله مدح فعل أتباع عيسى المسلمين من انقطاعهم عن الشهوات مما لم يفرض عليهم، وذلك ابتغاء رضوان الله. الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، رواه مسلم. وقد أحدث الصحابة ومن بعدهم كثيرا من الأمور الحسنة في الدين وتلقتها الأمة بالقبول، كعمل المحاريب والأذان الثاني لصلاة الجمعة وتنقيط المصحف وعمل المولد النبوي الشريف. العمل بالسحر حرام. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ فعد منها: الشرك بالله والسحر. الحديث رواه مسلم. لا يجوز رمي ورقة فيها اسم الله في المستقذر، والذي يفعل ذلك استخفافا يكفر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عابدين: يكفر من رمى المصحف في القاذورات ولو لم يقصد الاستخفاف، لأن فعله يدل على الاستخفاف. يجوز النذر فيما هو قربة إلى الله ويجب الوفاء به، أما ما هو محرم فلا يجوز ولا يجب الوفاء به. قال تعالى: يوفون بالنذر. الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، رواه البخاري. الدليل على أن صوت المرأة ليس عورة، قال تعالى: وقلن قولا معروفا. الحديث: قال الأحنف بن قيس: سمعت الحديث من في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما سمعته كما سمعته من في عائشة. في أي فم، رواه الحاكم في المستدرك. الله يتكلم لا ككلامنا، كلامه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط: ويتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات والحروف والمخارج، والله متكلم بلا آلة ولا مخرج. معنى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال الإمام مالك: استوى كما وصف نفسه، ولا يقال عنه كيف، وكيف عنه مرفوع. والكيف صفة المخلوق، ومن صفة المخلوق الجلوس والاستقرار والمكان. وقال القشيري: استوى أي حفظ وقهر وأبقى، ولا يجوز اعتقاد أنه جالس على العرش، لأن هذه عقيدة اليهود، وفيها تكذيب لقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى: وبرزوا لله الواحد القهار. وأما الحديث، قال الإمام علي: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته، رواه أبو منصور البغدادي. القدر: كل شيء يحصل في هذه الدنيا من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، بتقدير الله ومشيئته وعلمه. الخير والإيمان والطاعة
بتقديره ومحبته ورضاه، أما الشر والمعصية والكفر فبتقدير الله وليس بمحبته وليس برضاه. ولا يوصف تقدير الله الذي هو صفته بالشر. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. رواه مسلم. الدليل على أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الدارقطني. قراءة القرآن على الميت جائزة. قال تعالى: وافعلوا الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه ابن حبان وصححه، وإجماع أهل الحق على جوازه ونفعه. قال الشافعي: لو قرأوا عند قبره شيئا من القرآن كان حسنا، ولو قرأوا القرآن كله كان أحسن. نقله النووي في رياض الصالحين. الدليل على جواز انتفاع الميت بالصدقة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. رواه مسلم. معناه أن هذا مما ينتفع به المسلم مما يكون هو سببا فيه. وكذلك قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ما يكون من فعله من الخير انتفع به، وما كان من إحسان غيره إليه ولم يكن من فعله انتفع به بفضل الله عليه. وذلك كصلاة الجنازة ليست من فعل الميت وينتفع بها. الدليل على أنه يجوز قيام رمضان بأكثر من 11 ركعة قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. رواه البخاري. وروى مسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. الدليل على جواز استعمال الدف الحديث: أن امرأة قالت للرسول: إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك. قال: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. رواه أبو داود. أول الأنبياء آدم عليه السلام. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم. الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة. رواه الترمذي. يجب للأنبياء أن يكونوا متصفين بالصدق والأمانة والفطانة والعفة والشجاعة والفصاحة، ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والزنا وسائر الكبائر والكفر قبل النبوة وبعدها. قال تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. الحديث: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. رواه الترمذي. قول الله: لم يلد ولم يولد، معناه نفي المادية والانحلال عن الله، فالله لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل فيه شيء. قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه:
من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك. رواه أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية. يجوز الصلاة على النبي بعد الأذان ولا يلتفت إلى من حرم ذلك. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكرني فليصلي علي. الردة هي قطع الإسلام، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الردة القولية كمسبة الله ولو في حالة الغضب، الردة الفعلية كإلقاء المصحف في القاذورات وكالدوس على المصحف، الردة القلبية كاعتقاد أن الله جسم أو روح أو أنه جالس على العرش أو أنه يسكن السماء أو في كل مكان بذاته. قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه مسلم والبخاري. الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. رواه مسلم. المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا معناه أنه من باب الأولى أن الذي يسأل هو الله، وأن الذي يستعان به هو الله، وليس معناه لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. وهذا كحديث ابن حبان: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي الأولى بالإطعام التقي وبصحبة المؤمن. وليس معنى ذلك أنه حرام إطعام غير المؤمن أو صحبته. وقد مدح الله تعالى في القرآن المسلمين بقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير هنا المراد به الكافر. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر سألوا الله بصالح أعمالهم. تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. نقل ذلك القاضي عياض والنووي. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي. وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معناه من أراد السفر لأجل الصلاة في مسجد ينبغي أن يسافر لهؤلاء المساجد الثلاثة، لأن الصلاة فيها تتضاعف.
ويحمل هذا على الندب لا على الوجوب، فالحديث مخصوص بالسفر لأجل الصلاة، وليس فيه أنه لا يجوز زيارة قبر النبي عليه السلام. التبرك بالنبي وآثاره جائز. قال تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. الحديث: الرسول قسم شعره ووزعه بين الناس ليتبركوا به، رواه الشيخان. الدليل على جواز لبس الحرز الذي فيه قرآن ونحو ذلك وليس الذي فيه طلاسم محرمة، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحديث: قال عبد الله بن عمرو: كنا نعلم صبياننا الآيات من القرآن، ومن لم يبلغ نكتبها على ورقة ونعلقها على صدره، رواه الترمذي. ذكر الله في الجنائز جائز بلا خلاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله، رواه مسلم. التأويل هو إخراج النص عن ظاهره، وهو جائز في الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها أن الله له يد جارحة أو وجه جارحة، أو أنه يجلس على العرش أو يسكن في جهة، أو أنه يوصف بصفة من صفات الخلق. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الحديث: الدعاء لابن عباس: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، رواه البخاري وابن ماجه والحافظ ابن الجوزي. الدليل على أن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة، قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، رواه البخاري. معنى قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال الإمام البخاري في معنى إلا وجهه أي إلا ملكه، وقال الإمام سفيان الثوري إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجه الله، أي الأعمال الصالحة. معنى قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قال المفسر الفخر الرازي في تفسيره وأبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط: المراد بمن في السماء الملائكة، وليس المراد أن الله ساكن في السماء. معنى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال ابن عباس بأيد أي بقدرة، وليس المقصود باليد هنا اليد الجارحة التي لنا، فإن الله منزه عن ذلك.